اعزائي المشاهدين خلينا نروح لصاله المقاولين العرب. احب اوضح لحضراتكم فريق الكره الطائره رجال هيلعب النهارده مباراه في دور الثمانيه، طار السيدات انا اسف، في دور الثمانيه الاهلي هوليوبلس في صاله المقاولين العرب. لازم كنا نبقى هناك طبعا، كاميرا استوديو الابطال كانت موجوده ومراسلتنا مريم سميح في ارض الملعب عشان تلاقينا الاجواء واستعدادات فريق السيدات بقياده الكابتن حمدي الصافي. اتفضل يا مريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، برحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد السلعوي وكابتن اشرف الكردي، برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خلاص يعني يمكن بدات في هذه اللحظه تحديدا مباراه طبعا النادي الاهلي ونادي هليوبلس في دور الثمانيه لكاس مصر لسيدات الطايره. طبعا يعني يمكن المباراه كان المفروض ان هي محدد لها في تمام الساعه 7 مساء، ولكن طبعا يمكن المباريات اللي سبقت هذه المباراه واللي كانت بتلعب يعني على داخل او داخل صاله طبعا المهندس حسين عثمان بنادي المقاولين العرب، يمكن تاخير هذه المباريات هي اللي اخرت طبعا مباراه النادي الاهلي ونادي هليوبلس. خليني اقول لك على نتيجه المباريات اللي فاتت او اللي يعني يمكن كانت بتسبق هذه المباراه. يمكن نادي الصيد ونادي سموحه الحقيقه ان المباراه انتهت لصالح نادي الصيد بنتيجه 3-1. ايضا بعد هذه المباراه يمكن كانت مباراه نادي الزمالك وسبورتنج الحقيقه ان هي انتهت منذ قليل بفوز نادي الزمالك بنتيجه 3 أشواط مقابل لا شيء. كانت نتيجه الاشواط يمكن 25-23، 25-15 وايضا 25-20. بكده طبعا زي ما احنا عارفين في دور قبل النهائي او في نصف النهائي طبعا بكده هيقابل نادي الصيد نادي الزمالك، وهنشوف يعني من الفائز ان شاء الله من مباراه حاليا او المباراه اللي بتلعب حاليا ما بين النادي الاهلي وما بين نادي هليوبلس، وان شاء الله ليكون طبعا الحظ الاكبر فيها للنادي الاهلي. ان شاء الله هتلاعب الفائز من المباراة المقبلة واللي كان محدد ليها طبعا في تمام الساعة 9 مساء، ولكن أكيد كده هيتم تأخيرها برضو تباعا بعد يعني بدء مباراة النادي الأهلي وهليوبلس حالا. فيعني النادي الأهلي هيلاقي أكيد الفائز من مباراة الشمس ووادي دجلة. خليني أقول لك يعني سريعا يا كابتن هيثم على الأجواء هنا بنادي المقاولين العرب وتحديدا داخل صالة المهندس حسين عثمان. يمكن النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي ونادي هليوبلس حضر مبكرا طبعا يعني قبل الموعد المحدد للمباراة بحوالي 1.5 ساعة، والحقيقة أن عمليات الإحماء بدأت في نهاية الشوط أو مع بداية الشوط الثالث أو الأخير لمباراة نادي الزمالك ونادي سبورتنج. خليني أقول لك بقى يعني يمكن مع الحديث مع الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لطبعا فتيات الذهب، يمكن الحقيقة أنه هو عنده 3 غيابات فقط لا غير. دعاء الغبيش الحقيقة متواجدة في مهمة مع اللجنة الأولمبية أو يعني المنتخب الأولمبي، وأيضا دعاء محمد غايبة في إصابة، وسلمى يوسف أيضا في إصابة. دي الثلاث أسماء اللي مش هيكونوا موجودين او يعني دول ما كانوش موجودين في القايمه المباراه اللي بتلعب حاليا. خليني اقول لك سريعا القايمه الكامله كمان ليمكن نادي هليوبلس ونادي الاهلي، القايمتين كامله، القايمه طبعا الخاصه بالنادي الاهلي. آية الشامي طبعا، ديانا رايس، نهله سامح، شروق فؤاد، زينة العالمي، سارة أمين، مي فؤاد، ومريم ثروت، وطبعا آية خالد، وأخيرا علياء عبد الغفار أو علياء هاني. طبعا القايمة الخاصة بنادي هليوبلس طبعا ملك تامر، ندى جمال، صوفيا متولي، عليا محمد، جانا محمود، سلمى محمد، وفرح سامي، ونور إيهاب محمد، وسلمى خالد، وأخيرا روان إبراهيم. يعني يمكن دي القايمة الكاملة بالنادي الأهلي والقايمة الكاملة أيضا بنادي هليوبلس. بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي وإن هو طبعا يعني يكون مؤهل إن شاء الله وإن هو يكون موجود في نصف نهائي طبعا كأس مصر، وأيضا يعني نشوفه في النهائي إن شاء الله ورافع الكأس بعد حصوله على هذه البطولة. بشكرك جدا كابتن هيثم، الكلمة ليك مرة أخرى. مريم سميح طبعا من ارض الملعب صاله المقاولين العرب، بشكرك شكرا جزيلا. يعني نقلت لنا الاجواء، النتيجه دلوقتي 7-2 شايف الخلفيه، 7-3 دلوقتي شايف الخلفيه ورا مريم، وفرقتنا يعني ماشيه بشكل جيد ان شاء الله الفوز. ومريم يعني اكدت لنا على غياب 3 لاعبات، دعاء الغباشي ودعاء محمد وسلمى يوسف، الحقيقه 3 غيابات النهارده عن الفريق. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لفريق الكره الطائره سيدات.